اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. الفقره دي هنتكلم فيها عن سوق المال المصري، البورصه المصريه حصل فيها تطورات كبيره. فاكرين حضراتكم صديقنا الاستاذ محسن عادل وهو الان القائم باعمال رئيس البورصه. هنتكلم عن مستقبل البورصة في ظل رئاسة جديدة ومجلس إدارة جديد وإن شاء الله خطة جديدة. ضيفتنا وضيفتكم النهاردة الأستاذة رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي للوساطة في الأوراق المالية. رانيا هانم أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي عندنا قائم بأعمال رئيس بورصة جديد وهو الأستاذ محسن عادل، وإحنا حضرتك عارفة يعني كان دايما في كلام عن السوق محتاج إيه والآليات الجديدة، الأدوات الجديدة، العاملين في البورصة والكفاءات اللي في البورصة، الترويج للبورصة سواء الشركات اللي تقيد في البورصة أو الترويج للاستثمار في البورصة. شايفة الفترة اللي جاية هتبقى إزاي؟ خليني اقول ان انا مستبشره خير، وخليني يكون ليا الفرصه ان انا اهني استاذ محسن عادل بالمنصب الجديد. وخليني اقول بقى اخيرا في تمكين للشباب. يعني احد صحيح. الشباب صحيح. النهارده في موقع قيادي، ده اللي احنا بنطالب بيه وبننادي بيه. احنا شايفين سياده الرئيس وتوجهاته في مؤتمرات الشباب اللي يمكن اهتم بيها بصوره كبيره على مدار الفتره صحيح. الماضيه. فخلينا نقول ان وجود استاذ محسن عادل في هذا المنصب هو يعني ما يمثل النتيجة، ترجمة للرؤية اللي احنا يعني شايفين سادة الرئيس ماشي عليها. وبالذات ان واحد من القارب ده احنا لسه هنقول احنا صنايعي في يعني فيما زي ما بنسميه كده صنايعي سوق. صحيح. يعني استاذ محسن له باع طويل في البورصة وفي مجال سوق المال. استاذ محسن يمكن كان ليه مواقف كثيرة في قضايا في سوق المال، وكان فعال وكان ليه دور موجود، الى جانب طبعا مجموعة من الخبراء. وده يمكن اهم حاجة كان استاذ محسن خلال الحديث على مدار اليومين الماضيين يمكن لفتت انتباهي، هو اهتمامه ان هو يجذب السوق، اهتمامه بالعاملين في المجال، اهتمامه بالمستثمرين. ودي فكرة اهتمام استاذ محسن بالمستثمرين، دي كان فكرة موجودة على مدار السنوات الماضية. كثير من القضايا تبناها استاذ محسن، ويمكن كان بيقوم بدور الوساطة فيها ما بين الهيئة وما بين البورصة من اجل مساعدة المستثمرين. ولكن اللي انا بقوله دلوقتي ان فكرة وجود حد من السوق من هذه الصناعة بيمثلها شاب عنده فكر وعنده رؤية. وخليني أقول إن إحنا مشكلتنا هنا في أي منصب قيادي هو عدم وجود فكر ورؤية، ولكن ابتدينا نشوف في الفترة الأخيرة رؤية مختلفة. خليني يمكن أتكلم على وزير التربية والتعليم اللي فاجئ الجميع، ويمكن في إشادة بدوره. كانت حتة خبطة المساعدين للشباب، ده حاجة تفرح بالضبط. يعني يوم المؤتمر ده احنا كنا قاعدين في البيت بنتفرج وبنسمع، ايه ده؟ لأول مرة بنشوف حد عنده رؤية بيطرحها، حد خد خطوات مش لسه بيفكر لقدام لا ده خد خطوات وبعت ناس ودرب ناس وابتدى يعمل مدارس. فور اكزامبل ده انا اخدت يعني وزاره التربيه والتعليم، واتمنى ده يبقى المثل اللي موجود قدام اي مسؤول في الدوله. استاذ محسن خلال يعني محادثته معاك امبارح والمداخله امبارح لاحظت ان في برضه رؤيه، وابتدى يعدد عده محاور هيتعامل عليها. يمكن عدم الاهتمام بالعاملين في السوق، وخليني يمكن اهتم بالنقطه دي، لان السوق المصري او سوق المال المصري لما تراجع على مدار الخمس سنوات الماضيه كان ليه اسباب مهمه قوي، وهي ان الكوادر والناس المدربه ذوي الخبره خرجوا من السوق بعد الازمات المتتاليه، وعدم وجود يمكن حد يمثلهم، عدم يعني تنمية كفاءتهم. أغلب الناس اللي موجودة حاليا ناس بتحاول إن هي تتعامل في السوق، ولكن إذا كنا بنقول إن إحنا عايزين نطور سوق المال، إذا مش هنفع أطور السوق ده إلا لما أطور الناس اللي هتشتغل فيه. صحيح. فده كان شفنا ناس كتير كمان كانت خرجت في السوق من السوق في الفترة. بالضبط بالضبط. يعني إحنا دلوقتي بنطرح بقى إيه فكرة تطوير العاملين في السوق عشان أبتدي أطور السوق. حلو قوي إن أنا هضيف آليات جديدة وهضيف سكوك وسندات وعقود و مين بقى اللي هيعمل الكلام ده كله؟ هي دي بقى هي دي البنية الأساسية اللي أنا هبتدي عليها. إن أنا أبتدي أنشئ أو أعد الناس اللي هتتعامل على هذا الأمر، وكمان أبتدي أدي وعي بقى بالآليات الجديدة. يعني المستثمرين الموجودين حاليا في البورصة هم محافظ مرهقة ومنهكة بفعل سنوات طويلة من الأزمات وتخبط القرارات.
طبعا الخطط يعني خطه مصر الاصلاحيه او الاصلاح الاقتصادي نالت من كثير من الاستثمارات بالذات صغار المستثمرين. طبعا احنا بنقول ان دي خطوه ايجابيه، ولكن احنا طبعا واجهنا عده تحديات في هذا الطريق. خطه مصر الاصلاحيه محتاجه البورصه، محتاجه سوق المال، محتاجه تمويل. احنا المفتاح السري ايه دلوقتي؟ انت عندك عجز موازنه، عندك بتعمل سندات وبتعمل اذون ليه؟ انت عايز تمويل، انت عايز اعاده هيكله. هنا اعاده الهيكله من وجهه نظري، واتمنى ان كل مسؤول في الدوله اليوم ينظر الى اعاده الهيكله، مش اعاده هيكله ماليه، اعاده هيكله اداريه. الناس او الاوضاع اللي وصلنا وفكريه، لا يوجد ما يعيب ان احنا نبتدي نلجا الى خبرات حاليا من خارج الدوله، ونبتدي نعد كوادر بتدرب. زي مثلا ما شفنا برضو احد الامثله، وزير التربيه والتعليم بعت 40 معلم يتعلموا في اليابان، وجم ابتدوا يعلموا مئات المعلمين تحت ايديهم. فهي الفكره كده ان مش ده بيرجع كده للي ذاكرناه زمان، ها، عن محمد علي لما بعت بالظبط، خد الاطفال الصغيرين وسفرهم بقى علماء، وابتدوا ان هم يدربوا اجيال بعدهم. صحيح. وابتدت نهضه مصر الحقيقيه. فهي يعني نرجع تاني للكوادر البشريه، انت ده العمود الفقري بتاع البلد، ده الاساس. خلينا نبقى واقعيين، ما ينفعش البلد تعتمد على واحد واثنين وثلاثه، الفكر ده اصبح فكر منتهي، مش يطور دوله. احنا النهارده محتاجين، وده اللي شايفينه سياده الرئيس، يعني مؤتمرات الشباب دي مش تضييع وقت ولا هباء، احنا بنشوف شباب حاجه تفرح. بنتمنى ان اغلب الوزارات يبتدوا يستعينوا بيهم كمستشارين، في عندنا شباب عندهم رؤيه وعندهم تعليم كويس، وطرق التعليم الجديده اللي الشباب دول حصلوا عليهم ابتدت تفتح لهم افاق جديده. فاحنا محتاجين ان احنا نحطهم، بنقول ناقصهم خبره. صحيح. طب ما هالخبره دي هتجيلهم لما يشتغلوا. طب قولي لي حضرتك، بعد الـ التطورات والتغييرات اللي حصلت في البورصه، الروح في السوق ازاي؟ ان انا عارف ان في حاجه اسمها سيكولوجيه السوق، هل اتغيرت؟ بالطبع خلينا نقول ان الإدارة السابقة للبورصة كان ليها سلبياتها وليها إيجابياتها زي أي إدارة موجودة في أي موقع مسؤولية، ولكن كان في بعض السلبيات اللي احنا كنا دايما بنتكلم عنها، زي مثلا الكلب ميكالين. كان في تخوف من بعض المستثمرين للتعامل مع أسهم معينة نتيجة ان بيتم إيقاف أو إلغاء العمل. أنا بجيب مثال، الفترة الأخيرة أو على مدار الأسبوع الماضي يمكن لاحظنا نشاط ملحوظ في السوق، وأسهم الصغيرة والمتوسطة، دايما كنا بنقول إن المؤشرات الرئيسية بتصعد بسبب مشتريات الأجانب وبسبب صعود السي أي بي، وللأسف أسهم الأفراد مش بيحسوا بأي نوع من الحركة، وبيحسوا إن محافظهم خاسرة رغم صعود السوق، زي كانوا ما بيقولوا كده صعود لمستويات تاريخية، رغم تحفظي على كلمة صعود لمستويات تاريخية. لسه ما وصلناش للمستويات اللي كنا، احنا ما صعدناش أساسا يا أستاذة، احنا ما صعدناش أساسا. عشان نتكلم كلام علمي، ودي برضو بنقولها دايما هنا، احنا لازم نشوف المؤشر بتاعنا ده مقوم بالدولار، فهنلاقينا ما صعدناش اساسا. بس خلينا واقعين، احنا بنعوض بس فرق ايه؟ انخفاض قيمه العمله وانخفاض قيمه الاصول. بس مع الطروحات الجديده الدنيا هتختلف. ما هي بقى دي النقطه، الطروحات الجديده. ما انا لما اقول ان انا عايز اعمل طروحات جديده لازم اهيئ المناخ. ايه الهدف من الطروحات الجديده دي؟ ان انا اجذب دماء جديده، اجذب استثمارات في شرايين الدوله، وابتدي يتم اعاده تدويرها وضخها مره اخرى. طيب هل انا بهيئ المناخ داخل السوق المال لهذا الامر؟ حلو قوي، احنا محتاجين اليات جديده زي ما قلنا، محتاجين ده اللي اعلن يعني رئيس البورصه التنفيذ القائم اعمال رئيس البورصه اعلن ان دي خطته. هي خطته، وخلينا برضو يعني استاذ محسن عادل الراجل قال ان هو ده كانت خطه ممتده من الاداره السابقه وهم كانوا بيشتغلوا عليها وهيتم التطبيق في عهده. محسن دايما راجل لبق. طبعا معروف ان محسن كان ليه دور كبير في يعني فكره السندات، وفكر يعني كان ليه باع طويل وكنا عارفين كلنا ده، ولكن خلينا نقول اليه بقى التطبيق واليه التوعيه للمستثمرين والترويج للبورصه داخل وخارج مصر، وبالاليات اللي هيتم طرحها في السوق. بقى في ده نطلع بس فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع ضيفتنا الاستاذه رانيا يعقوب رئيس شركه ثري واي لتداول الاوراق الماليه. خليكم في اسواق واعمال.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. سوق المال المصري، البورصة المصرية، دول موضوعاتنا النهاردة مع ضيفتنا وضيفتكم الأستاذة رانيا يعقوب رئيس شركة تري واي لتداول الأوراق المالية. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. مصر كمركز مالي للمنطقة أو مركز مالي عالمي هنشوفه إزاي وإمتى؟ أغلب المؤسسات الدولية منذ بداية العام الماضي ابتدت أن هي تطلع مؤشرات إيجابية للسوق المصري وتوقعات إيجابية لمعدلات النمو، لمدى جاذبية السوق المصري، لتوقع هل العوائد على الاستثمار في السوق المصري، وكلها كانت إيجابية وكلها مشجعة جدا. طبعا احنا كل اللي شايفينه دلوقتي هو زي ما بنقول الصدمة بتاعة القرارات الاقتصادية، وخلينا نقول ان هي صدمة لانها هتبقى على المدى القصير مهما كنا شايفينها دلوقتي ومهما كنا شايفين الامور بالسوق الحالي، ارتفاع معدلات التضخم، عجز الموازنة، طبعا رفع الدعم، المعاناة اللي بيعاني منها الناس، ولكن في الاخر هي دي الصدمة لهذه القرارات. لكن تعال نشوف على المدى المتوسط والطويل، لا مصر ماشية في تحسن في المعدلات، من المتوقع مع نهاية هذا العام استقرار معدلات التضخم، من المتوقع مع نهاية هذا العام ان احنا نحقق معدلات نمو جيدة يمكن بتصل من 3.9 او 4% تقريبا. في توقعات بتقول لغاية 4.5%، ممكن لان في اختلاف ما بين المؤسسات المالية او المؤسسات اللي هي بتطرح هذا التوقع، بس بصورة عامة في تحسن في عجز الموازنة زي ما تم الاعلان. خلينا بس نبقى ايه يعني واقعيين، فبالتالي مصر ان هي معدل استقبال استثمارات من على مستوى العالم في هذا التوقيت، مصر معدل الاقتصاد المصري عندنا زي ما بنقول قطاعات يعني متوقع ان هي تحقق اعلى عوائد، قطاعات ناشئه، عندك قطاع البتروكيماويات في مصر المتوقع، واغلب بقى المؤشرات على مدار الشهرين او ثلاث شهور الماضيه يمكن بتتوقع ان مصر تبقى ليها حصه كبيره على مستوى العالم او الدول المصدره للغاز. في عندنا زي ما بيقولوا كده ابتدينا خطوات سريعه جدا في عمليه انتاج الغاز، كل ده هيكون ليه تاثيرات ايجابيه بصوره كبيره جدا على وضع مصر وتصنيف مصر الائتماني، وبالتالي الاقتصاد المصري معد ومهيأ، ولكن هو محتاج ايه؟ رؤية واضحة من جانب الحكومة، قرارات ثابتة لا يتم تغييرها. ما احنا بنفاجئ في الوسط بتغيير في القرارات وتضارب مع الرؤية اللي اعلنت قبل كده، وده احنا عانينا منه في سوق المال. لو بناخد كمثال يعني مفيش ضرائب هنأجل، لا بقى في ضرائب فور اكزامبل، فانا ده اللي انا بقوله، المستثمر اللي جاي هو بيحتسب كل امر، هو ما يفرقش معاه انت عندك ضرايب قد ايه، بس هو يبقى عارف ان هي دي الضريبه اللي موجوده، مش هيتفرض ضريبه على يعني المدى اللي هو موجود فيه. يعني اللي انا افهمه من حضرتك انك بتقولي المطلوب في المرحله دي وضوح، مش الرؤيه بقى، وضوح القرارات والالتزام بها والاستدامه بالظبط، اذا جاز التعبير، علشان انا كمستثمر اجنبي اقدر اعمل الحسبه بتاعتي وما افاجئش في السكه ان في حاجه بالظبط. هو مش بيفرق مع انت عندك ضريبه 10 15 20 30، فده يديني استقرار في السياسات الاقتصاديه بتاعتي، مناخ استثماري مستقر. ده اللي بيهم المستثمر اللي هيجي، انت بتطرح له خطتك ايه وبتطرح له الخريطه الاستثماريه بتاعتك وبتقول له انا عندي المجالات او القطاعات اللي ممكن تستثمر فيها كذا وكذا وهدي لك حوافز عليها وعندي ضرائب. الراجل مش هيقول لنا لا، ولكن اللي بيؤدي بقى الى التضارب والاختلاف هو فجاه نلاقي قرارات بتطلع بالظبط هي دي. مش عايزين ده بالظبط، احنا عايزين بس هي ده اللي بنقول وضوح الرؤيه. وضوح الرؤيه. اتنين يكون عندك ناس مدربه للتعامل مع يعني احنا بنقول مصر سوق مع الاستثمار ومع المستثمرين وشيل البيروقراطيه. فكره الشباك الواحد هي فكره لطيفه جدا، لكن ما وراء هذا الشباك أنا هاخد فكر بقى إيه؟ مدرب ومختلف. أنا هاخد قد إيه وقت عشان أطلع تصاريح عشان أعمل مصنع؟ فكرة إن أنا هروح أقدم ورقي في شباك واحد، مش هي دي فكرة الشباك الواحد. الوقت وده عامل مهم جدا يعني جدا. الدول ما بتكملش 24 ساعة. بالظبط، مش إحنا عندنا بنتعدى 300 يوم تقريبا. حسب ما يعني أنا قريت آخر مرة. في تطور فيه. ما هو دي النقطة، التطور في البيروقراطية، فكرة ان انا ابتدي بقى استعين بشباب وان انا ابتدي اطور المنظومة كلها، فكرة مثلا الضرائب ان عندي يبقى رؤية واضحة بالنسبة للضرائب، الفكرة الحالية ان احنا كل فترة او كل 6 7 شهور بنفاجئ بقوانين ضريبية جديدة. ده قلناه، حضرتك قلت كده نقطتين، النقطة الثالثة
النقطة الثالثة من وجهة نظري هي يعني خلينا نتكلم بصورة عامة، الآليات اللي موجودة لازم يبقى عندنا آليات متطورة. بمعنى إيه؟ في مثلا آليات للتمويل موجودة في الأسواق الخليجية مش موجودة في السوق المصري. أنا بدعو المستثمر الخليجي بقول له تعالى استثمر عندي، فلازم أهيئ له السوق ده بإن أنا أطرح الآليات دي وأطرح مصادر لتمويل وأطرح يعني الحاجات اللي هو بيتعامل عليها عند بس السوق. بس أنا في النقطة دي عندي تحفظ عليكوا انتوا يا عاملين في سوق المال. بمعنى النهارده حضراتكم ناس زي ما بنقول ايه صنايعية السوق، اللي فاهمين الاليات وفاهمين نعرف نجيب الفلوس منين. دوركوا فين في انكم توعوا اللي بيتخذوا قرارات في هذا الشان، انكم تقولوا لهم ايه؟ تقولوا لهم على فكره احنا عندنا اليات تانية ممكن نساعدكم بيها، مش توعوا ان هم مش فاهمين. لا طبعا هم فاهمين، بس الواحد دايما لما بيبقى في موقع المسؤوليه بتبقى كل الالتزامات والمسؤوليات عليه كبيره للغايه، فمبيبقاش عنده وقت لدراسه شيء جديد، فبتبقى العمليه انه بيمشي الامور بيحاول يلحق اللي يلحقه. انما انتوا عندكم الامكانيه وعندكم بس ما عندناش القنوات اللي نقدر نوعي بيها. عندنا الامكانيه لكن ما عندناش القنوات للاسف، عدم وجود قنوات رسميه للتوعيه. وده اللي انا بتوجه بيه بقى من برنامج حضرتك للسيد نائب رئيس البورصه والقائم باعمال رئيس البورصه استاذ محسن عادل، خبراء سوق المال موجودين للمشاركة مع البورصة ومع إدارة البورصة في أي خطة هتوضع لمساعدة في نشر التوعية بالاستثمار، سواء أن التوعية دي تبقى في جامعات مصر من أقصى الصعيد إلى الأسكندرية. إحنا مستعدين نروح. فكرة ان احنا نوعي الطلبة مش في كلية معينة او في دراسة معينة، لا، يعني ايه استثمار. فكرة ان يبقى في برامج توعية يشارك فيها ونخاطب فيها المستثمرين والمواطن المصري وتغيير فكرة الاستثمار. احنا محتاجين القنوات اللي تساعدنا في ان احنا نعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده. عشان وقتنا قرب بيخلص، في القانون المقترح للبنوك ده بيحدد رأس المال البنوك ما يقلش عن مليار ونص. في عندنا 5 بنوك مدرجة في البورصة أقل من 1.5 مليار. تمام. هيأثر ده على السوق إزاي إذا تم تطبيق هذا القانون؟ أولا خليني أتكلم بس بصورة سريعة، كالعادة مفاجأة بقانون البنوك. بعض بنوده وجدت عاصفة من جانب بعض البنوك واتحاد البنوك، وفي عملية نقاش دائر ما بين اتحاد البنوك والبنك المركزي بشأن هذا القانون اللي طرح بصورة مفاجأة للجميع، واللي كان فيه اعتراض على بعض بنوده. خلينا يمكن نقول أشهرها تعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك ورفع رأس مال البنوك والمصاريف اللي تم إضافتها بالنسبة للبنوك، كل ده هيسبب عبء عليها. ولكن بالنسبة لفكرة يعني إذا تم تطبيق القانون بصورته الحالية اللي حتى الآن بيتم المناقشة في فكرة القانون لغاية دلوقتي، ولكن إذا تم تطبيقه فعندنا 5 بنوك زي ما حضرتك ذكرت مطالبة بزيادة رأس مالها. ففي خلينا نقول إن أغلب هذه البنوك عندها أرباح محتجزة، في بعض هذه البنوك عندها مستثمر رئيسي ممكن يزود حصته، فهيكون في عدة خيارات أمامهم أو اكتسابات أو زيادة رؤوس أموال في البورصة، فبالتالي هتقدر إن هي تغطي الزيادة اللي مطلوبة منها. تأثيرها من وجهة نظري قطاع البنوك رغم العثرة دي، ولكن أنا متوقعة برضو أن قطاع البنوك هتكون من القطاعات الرائدة في الفترة القادمة، نظرا لأن أغلب القرارات الاقتصادية اللي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بتصب في مصلحة قطاع البنوك والقطاع المصرفي. إيه القطاعات التانية اللي شايفاها مغرية في الفترة اللي جاية؟ قطاع البتروكيماويات، قطاع المواد الغذائية. خليني أكلم إن قطاع الاتصالات أيضا من القطاعات اللي إحنا بنتوقع الفترة القادمة إن هي تشهد طفرة في صعودها في البورصة. هم دول اللي حضرتك شايفاه، يعني اتجاهنا ايه في الفتره اللي يعني جاي. انا شايفه ان على المدى القصير والمتوسط مع ارتفاع الفوائد في البنوك ان ده هيكون ليه تاثير سلبي على قطاع الاسكان وقطاع مواد التشييد والبناء، نظرا ان اغلب اعمال القطاعين دول او اغلب هذه الشركات بتعتمد على القروض بصوره كبيره جدا. فده هيؤثر على ارتفاع التكلفه عندها وهيكون ليه تاثير سلبي. ولكن انا بتكلم على المدى المتوسط وعلى المدى القصير. ليه؟ لان احنا بنقول ان احنا بنتوقع ان البنك
البنك المركزي يلجأ مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل في خفض معدلات الفائدة بصورة تدريجية عشان يقدر يشجع توجه الحكومة وهو الاستثمار. صحيح. وجذب استثمارات. ان دي خطة الاصلاح. ما هو ده احنا بنقول ان احنا دلوقتي بنتخذ هذه القرارات عشان نعالج التضخم. ومن المتوقع ان التضخم نشوف استقرار فيه مع نهاية هذا العام. يعني شايفة انطلاقة ابتداء من العام القادم. لقطاع الاسكان وقطاع مواد التشييد والبناء، ولكن حاليا انا شايفة قطاع البتروكيماويات، قطاع البنوك، وخليني برضو برجع اكد ان قطاع البنوك كنا زمان دايما نقول السي اي بي ده قطاع لوحده، ولكن حاليا على مدار الشهور الماضيه ابتدينا نشوف اغلب البنوك المقيده في البورصه بتتحرك بصوره ايجابيه وفي سيوله واضحه دخلت لهذا القطاع. هانت زي ما دايما بنقول. استاذه رانيا يعقوب بتسعدينا بوجودك معنا، بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه رانيا يعقوب رئيس شركه ثري واي لتداول الاوراق الماليه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبستاذن حضراتكم اطلع اجازه، وان شاء الله نتقابل على خير كمان اسبوعين. خليكم دايما في أسواق وعمال.